لكلامي عن منتخب مصر، انا بتهيالي انه مفيش شك انه فريق زي الاهلي النهارده عنده سكواد محترم جدا 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 وغني بكل العناصر في كل المراكز، واعتقد ان الزمالك كمان عنده سكواد محترمه، فرقه زي بيراميدز عندها سكواد محترم، ولو بصيت لبقيه فرق الدوري اللي يبدو انه السنه دي سخن وان كل الفرق دعمت كويس هتلاقي عناصر كويسه. نضيف على ده المحترفين المصريين، انا اصبحت لدي قماشه ان انا اعمل منها منتخب في منتهى القوه. لكن نتائج المنتخب في تصفيات افريقيا، نتائج المنتخب في تصفيات كاس العالم، وانا عارف ان احنا وصلنا كاس امم افريقيا وتصدرنا مجموعتنا، لا تعبر عن ده كابتن ماهر. تتفق مع الراي ده ولا ليك راي مختلف؟ اتفق معاك، يعني احنا يعني النادي الاهلي بدانا نطمن على النادي الاهلي ان شاء الله النهارده بالتجربه الجميله، والنادي الاهلي النهارده عنده من العناصر المبشره اللي جايه، كمان ليها دور، هيبقى دور ليها فعال ان شاء الله في الفتره القادمه، مع مستر موسيماني وجوده في المدرج فوق برؤيه اعلى كمان، ان هو يقدر يشوف مساحه الملعب، يقدر يشوف اللعيبه بشكل اكتر، غير الرؤيه اللي بتبقى وانت عندك في ارضيه الملعب. ناخد بقى الكلام الحلو ده نروح بيه للمنتخبنا اللي هو يعني مثلنا الاعلى، الحاجه الكبيره اللي احنا بنحبها، كل الصراع ده يا احمد عشان اروح البس فانيله منتخب مصر. مظبوط. عشان اشارك مع منتخب مصر، عشان انا عندي ذخيره من المباريات اللي اقدر العب فيها مع منتخب مصر. هو البوابه للعالميه، يعني معظم نجومنا الكبار المحترمين المحترفين اللي في الخارج، منتخب مصر هو صاحب الفضل الاول والاخير بالنسبه لهم. طبعا. فانت النهارده يعني احنا هنرجع لورا شويه، احنا من كاس العالم تحس ان فاقدين الروح القتاليه، فاقدين روح فانيله منتخب مصر، فاقدين روح وشكل اداء منتخب مصر. وانا شايف ان ديت فضلت تسترسب واصله معانا لحد دلوقتي، مش قادرين نحط ايدينا عليها. راحت اجهزه فنيه وجت مش قادره تحط ايديها على الجزئيه دي. فانا بقول من خلال برنامجك مطالب من الاخوه اللي هم وعلى راسهم ضياء، ان برضك الجانب ده لازم يشتغلوا عليه بشكل كبير جدا، ويعرف مستر كروش ان منتخب مصر ده منتخب من افضل المنتخبات الموجودين في القاره، واحنا مش هو ده الشكل ولا الاداء اللي بيرضي جمهورنا المصري. لحد دلوقتي الجماهير بنوصل للهدف اللي احنا عايزينه لكن بدون استمتاع، بدون طمانينه. النهارده منتخب الجمهور المصري قلقان ان مصر تقع في مجموعه فيها السته كبار، الاسماء الكبيره، احنا اكبر من السته كبار. لكن الناس قلقانه حقيقي والله يا احنا اكبر من السته كبار، يعني الناس دي هي اللي المفروض تقلق مننا، المفروض يعني مش احنا اللي نقلق يعني. لكن عايز اقول محتاجين الفتره اللي جايه، احنا قلنا مستر كروش وشخصيته القويه، اختياراته للعبة المنتخب، كل لعبة المنتخب اللي موجودين في شفافية وعدالة في التوزيع والاختيار، ودي واضح قوي من شخصية الراجل. لكن زي ما قلت لك أحمد يمكن في حلقات قبل كده، مهم جدا يبان أسلوبك وشكلك وطريقة لعبك. أيوه. واستراتيجية اللي انت جاي بيها بسرعة، هو ده الكوتشنج اللي عنده خبرات أربع منتخبات قبل كده ومنهم أفريقيا، مهم بسرعة، وانت قايل انك انت عندك دراية بالكرة المصرية وعندك دراية باللعيبة المصرية وعندك دراية بالسيستم اللي بتلعب بيه مصر. حط لمساتك انت، حط فكرك انت بقى اللي هو الحديث مش الحالي. احنا عايزين نحط فكرة كروش من ناحية طريقة اللعب، من ناحية الاستراتيجية، من ناحية الدوافع بسرعة. وزي ما قلت لك وضربت لك مثلا ان فايلر لما جه للنادي الاهلي في 13 14 15 مباراه بانت شخصيه الراجل وباين شكله وحب اللعيبه له وتقارب له بسرعه. فالنهارده كروش ما يقلش عن فايلر، بل بالعكس ده هو عنده من الخبرات في المنطقه العربيه او الافريقيه، وعارف منتاليتي وعقليه اللاعب المصري. فمحتاجين ما بقاش فيها طبطبه، يعني احنا عايزين صلاح كمان يعني يمتعنا زي ما متعنا في ليفربول لما يجي بلده بقى، واخد بالك، مع منتخب مصر مش كفايه انه يبقى اسيست بس، انا عايز صلاح يجيب لي اهداف كمان، لان صلاح من اللعيبه اللي بتقدر توصل للجول بسرعه بشكل كبير. لكن برضك حاسين ان صلاح ممكن يكون مجهد، يعني باين من الصوره على التركيز وشه تحت عينيه ممكن يكون مجهد، ما نامش كويس. لكن احنا مستنين الكثير
نفس الكلام بالنسبه للنني، حجازي، الشناوي، العناصر اللي عندها خبره بشكل كبير جدا يا احمد. تسمح